اسمي سكينة مشبال، سن 18 سنة، كنقرا في إعدادية علي بن أبي طالب سنة ثالثة إعدادي، كنسكن في جامعة أزلا إقليم تطوان. كنت عادية وتهرست في الدار، طلعت نسانية در من عد العملية، بعد كانوا غيدفعوني الرباط، الطبيب قال لهم انا عدلاله، بعد ملي عدلالي قال لي خصنا نمشيو لمصحه خاصه حيت السن يضرب ما عندهمش امكانيات. مشينا للمساحه خاصه، قالوا لي كنستناو شي حدايد يجيو. ملي جاو ديك الحدايد دخلت عدلت العمليه عادي، خرجت بقيت قال لي شهر ما توقفش على رجلك. بقيت شهر مرطت لي الضربه، ديك الضربه ديال العمليه مرطت لي، ما قاليش شكون يبدلها لك اولا شي واحد، قال لي شي واحد كيعرف. بعد ملي بديت كنبدلها مرطت لي، وملي رجعت لعندو قال لي كيفاش الضربه ما صححتشي. قلت له انتينا قلتي لي شي واحد كيعرف؟ قال لي لا انتينا اللي ما عرفتيش وكبدل لك الطبيب. بعد ملي رجعت لعندو بقيت هذيك كيتابعني. بعد ملي صححت ديك الضربه قال لي خصك نعدل لك واحد التصويره. بعد مشيت نعدل الراديو عدلته، قال لي الحدايد تقلبوا لك وتبدل، هو ديك الساعه تبدل، قال لي الحدايد تقلبوا لك ورجلك غينقص لك وغيضعف لك اذا ما عدلتي شي هيدا واذا ما طلقتي شي. من بعد ما قال ليش بلي انا خطيت ولا العمليه ما نجحتش ولا شي حاجه نشوفوا شي حل، خلاني هيديك وقال لي مشي عد الرياضه. كنت كنمشي نعد الرياضه ما كنقدرش، كان كيحرقني بزاف. مشيت عدلت في الطبيب بالفلوس، عدلت في الثانيه ضر ما خليت فيه، ما مشيت رجلي والو، هيدي كيحرقني ما كنقدرش نتلقو، رجلي تجمع لي مره ما كنتش كنتلقو، كنعس على واحد الجهه. بقيت هيديك شي 8 شهور هيدا وانا هيديك على هذيك الحاله. من بعد واحد النهار كنت مع واحد الطبيب كيعدل لي ترويد في الثانيه درمن، قال لي فين كيحرق لي؟ قلت له في هاد البلاصه ديال العمليه، ملي كيشوفني كيشوف ديك الحاله ديالي قال لي خصك ضروري تمشي لعند الطبيب ديالك يشوفك. ملي مشيت قلبت عليه ما صيبتوشي، بقيت كنقلب عليها هذيك ما صيبتوشي. مشيت واحد النهار مشى خاين، مشينا للكلينيك الخاص اللي عدلت فيه العمليه، قال لي جيب لي شي اسم ديالو في شي ورقه اولا السينياتور ديالو، حتى شي حاجه ما صيبنا. من بعد قال لي ما عندي ما ندير لك. مشى خاين الهلال الاحمر، قال له ما خصني ديك الطبيب كنعرفو مزيان، خاصني عدل لي العمليه على رجلي، يعني عدل له غير هذيك باش يجي. بعد ملي مشى عدل معاه الموعد في 6 العشيه، ملي جا ماما كان كطل من واحد الباركونه كنطل عليهم، ملي شاف ماما كيعرفها من بعد طلع في الطوموبيل وهرب. من ديك الساعه ما شفتوش، مشينا لسانيا درمل بقينا هيدي كنحيحو. جا واحد النهار كيكون في سانيا درمل قال لي صافي نهار الاثنين اجد عد العمليه. بعد ملي مشيت لعندو قال لي كيفاش دا ما كنتي انا ودا كنت موت، هاد العائله تبقى تضيع ما نعرفش شنو. قالت له ماما الطبيب اللي كنديه لعندها كيقول لي خاصك الطبيب ديالها. وفعلا الطبيب اللي كنمشيو لعندو كيقول لي ما نقدرش نادي فيك، كيقول لي خاصو الطبيب اللي بدالك هو اللي يكمل لك. صافي عدل لي العمليه، عدل لي القبس، طلق لي رجلي، حيد لي الحدايد، وبقيت معاه هادي كنتبع. قال لي خصني نعطيك واحد الصمطه، عطاني واحد الصمطه كتطلق لي رجلي، وعطاني واحد الصباط عالي. بعد ملي طلق ديك الصمطه بقات كتطلق لي رجلي، قال لي عدل الترويد. مشيت عدل الترويد، ديك الطبيب اللي كيعدل لي الترويد قال لي تكرفز عليك بزاف، العمود الفقري حوالك شويه، الصباط كيعذبوك، يعني ما صالحينش. بعد مشيت لعند طبيب اخر عاود تطوان، قال لي الصباط غير حيدوك يعذبك. بعد ملي حيد ديك الصباط ورجعت كنخلف بالعكاكز، وملي رجعنا لعندو قالنا كيقولنا حتى 18 سنه نعدل لك العمليه. دابا 3 سنين ولا كنستنى نعدل العمليه، دابا هاد العام عاد دخلت في 18. كنطلب من المسؤولين وزير الصحه كنطلب الحقوق ديالي حيت انا ضعت بزاف، وكيخلق لي مشكل كبير، مشكل نفسي ومع العيال في المدرسه في بزاف د الحوايج. تحرمت من الرياضه 3 سنين ما مشيتش على رجلي.
وكنطلب انا الطبيب خصني يتعاقب باش ما يعاود شي مره اخرى، وخصني نعدل العمليه باش نصحح ونوقف مره اخرى على رجلي. السلام عليكم، انا الاقد سكينه، اسمي عبد الناصر مشبال، عندي 20 سنه زيد عليها بجد سنوات. انا كنطالب من المسؤولين يعاقبوا هذا الطبيب لانه رزاها في حياتها وسبب لها اعاقه في رجلها، ودابا هي في الدراسه كيمشي للمدرسه كيخرجوا ليا كيجريو كيطيحوها، دابا هي مشكله كبيره، وانا نتابع هذه القضيه وغرفع عليه دعوه وغنطلع غدا ان شاء الله المكتب وزاره الصحه لعند المدير ورفع عليه دعوه، وغنمشي حتى للمحكمه ورفع عليه دعوه. انا هذه بنتي وهذه عامين وانا معها، الطبيب كيعبيني بالاجال وعيد، وانا راسي ضعيف عندي 63 سنه وكان بصفتي معاق ما كنسمع شيء، عندي نظر قليل وما عندي شيء قليل، ما عندي ما نجيب شيء، الله كنضب الله باش الخبز، ودابا هي عند ما في الحي ديالها، عند ما في الصحه ديالها، عند ما في اي ديالها ما تقدرش تمشي حتى البيت الماء بوحدها، ما تقدرش توجد كزاتي، ما تقدرش تلبس الحوايج ديالها، ما تقدر حتى حاجه، دابا بقات معاقه في يدي. انا كنطلب الله والمسؤولين وسيدنا الله ينصرو محمد السادس يشوف من حالتي.